نشاط ثاني فقط. أول شيء رح أحكي عن التعلم. شو هو التعلم؟ التعلم هو تغير بسلوك الفرد نتيجة الملاحظة، المشاهدة والتجربة. بتلاحظين الصورة شلون بتجمع بتغير السلوك، فبصير في تغير على سلوك الإنسان. شايفين صورة البيبي هو إنه عم ياكل الآيباد، فهو يعني إنه بس تعبير عن التعلم. التعليم بيختلف كثير عن التعلم. التعليم هو شيء منظم، تطوير لمحو أمنية وتطوير. ممكن يكون عن طريق التعليم التقليدي بمدارس الجامعات، ممكن يكون عن طريق التعليم الحر مراكز بحث أمية، اكتساب العلم فأنا عندي مشاكل بسبب الأمية. في عندي يمكن مشكلة التسول، كلياتنا بنعرف إنه الأمية سبب أساسي من أسباب التشدد والتسول بالشوارع. نسبة كتير كبيرة حسب الدراسات 90% من المتسولين هن الناس أميين. عندي كمان مشكلة ثانية هي مشكلة العمالة، عمالة الأطفال. عمالة الأطفال علاقتها بالأمية متبادلة، الأمية تسبب العمالة والعمالة تسبب الأمية. أنا عائلة في عندها شوية أمية بالعائلة، فبتروح تبعت أولادها بيشتغلوا بالشوارع أو بيشتغلوا بمحلات. بتسبب كمان مشكلة الاستغلال، يعني طبعا كمان سواء كان استغلال نفسي أو جسمي أو أي نوع من أنواع الاستغلال. نحن بنعرف إنه الأمية سبب أساسي بتدفع عدد كبير من السيدات إنه يروحوا يشتغلوا أشياء غير مستحبة في المجتمع بسبب العوز والفقر. هلا جمعية التعليم هي جمعية خيرية، هدفها الأساسي نشر التعليم ومحو الأمية في منطقة حلب وحواليها وبسوريا. الجمعية تأسست سنة 1947، أهدافها الأساسية عمل جماعي، عمل مؤسساتي محو الأمية. بداياتها كانت مثل ما قلت سنة 47، بديت بدروس ليلية بالمدارس. سنة 1951 أسسوا مدرسة نهارية، وسنة 1960 تم إشهار الجمعية. اشتغلت من 1960 ل 1980 على عدة برامج محو الأمية، استفادوا أكثر من 2000 طالب الشهادات، بعثوا بعثات لإنجلترا وأوروبا. هلا بال 2000 وقف نشاط الجمعية بالتريني لأسباب عدة، ورجعوا باشروا نشاطه من 2005. كان هدف الأساسي هو محو الأمية، شعار أساسي للجمعية لا للأمية، مشروع هذا المشروع من المشاريع الدائمة. شو هو مشروع لا للأمية؟ أنا بفكر مشروع لا للأمية على محو ثلاث أشياء: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، والكمبيوتر. بيعطوا شهادة تحرر من أهمية القراءة والكتابة، بعدين بيحلوهم لأخذ شهادة التاسع التعليم الأساسي. ونفس الشيء بالنسبة للإنجليزي والكمبيوتر لحتى ياخذ الطالب شهادات الـ ICDL. استفاد من هذا البرنامج أكثر من 1100 طالب محو أمية، وأكثر من 400 طالب إنجليزي وكمبيوتر. برنامج شهادة الطالب فكرته كثير بسيطة، ومهمة. بياخذوا الطلاب اللي هن المتفوقين بالمدارس، بيعطوهم دعم مادي، معنوي، نفسي، استشارات، بحيث هذول الطلاب ما يتركوا شغلهم، ما يتركوا مدارسهم مشان يلجأوا للعمل. في عندنا مشروع ثاني هو مشروع طريقة النور. مشروع من البنات أخذناهم من تفادي الطفولة، دول البنات يكونوا مستواهم شوي العلمي والثقافي والاجتماعي ضعيف. عملنا على تأهيلهم، دعمهم ببرامج نفسية واجتماعية بحيث يكون في نظرة مختلفة للمجتمع وقيمة قيمته. هلا في مشاريع موسمية مثل مشروع بسمة عيد، ما بعرف إذا حد سمع عنه. صباح يوم العيد الصبح بيروحوا أعضاء الجمعية على منطقة فقيرة اسمها معصرانية، بيوزعوا لهم كيس فيه أكلات، فيه ألعاب، بيعملوا معهم نشاطات أناشيد بحيث يحطوا الأطفال الفقراء عن جد ببهجة العيد. في مشروع ثاني هو مشروع خيرات رمضان. مشروع خيرات رمضان حقيبة، قيمة كل حقيبة تقريبا شيء 2000 ليرة، فيها مواد تموينية، رز، سكر، سمنة. هدول المواد تتوزع على الفقراء. الشغلة الحلوة إنه أعضاء الجمعية هن اللي بيقعدوا بيشتغلوا بالكياس، بيزينوا بكيلو، بيعبوا الصناديق. أكيد كلكم برمضان ساعة المغرب شفتوا شباب واقفين على الإشارات وعم بوزعوا مي وتمر. هدول شباب جمعية التعليم. مشروعهم إفطار صائم للناس اللي ما لحقت الإفطار ببيوتها، بياخذوا لهم صندوق فيه رسالة توعوية وعصير وتمر، بفطرون مشان يوصلوا رسالة الجمعية للناس أكبر قدر ممكن. تشجيع العمل الثوري عن طريق حملات بالشوارع، بيعملوا ستاندات خصوصي بأيام يوم العالمي للتطوع، ساحة سعد الله، ساحة الجامعة، نشر ثقافة التطوع، نشر اسم الجمعية، سواء كان التطوع وسواء كان الناس بتستفيد من الجمعية. هلا الجمعية
دائما عن تأهيل المتطوعين اللي عندها، فبتعمل دائما دورات مختلفة، بتجيب مدربين، بتدرب المتطوعين على يتعاملوا مع المنظمات ومع الأفراد بشكل بروفيشنال، بشكل احترافي، بحيث إنه يضمنوا أداء أفضل دائما. عندهم مشاركة في المؤتمرات دائما، شاركنا بمؤتمر الشباب العالمي الثاني، نحرص دائما على إقامة الندوات التثقيفية والتعريفية. كمان الجمعية استقبلت شخصيات كتير كبيرة من الوطن العربي. ما قلت الصورة تستحلى تقلب. في عنا دكتور طارق السويدان أجا عمل محاضرة في فنزان، يوسف عمل أمسية بالألعاب، ما بعرف إذا حدا منكم حضر هدول المحاضرات. دكتور ياسر النابلسي، في كمان عمر عبد الكافي. فهدول يعني نوع من نشر الثقافة والوعي بحلب وبسوريا بشكل عام. هذا الشاب كثير انا حبيت احكي عن قصته، لانه شاب بدي من الصفر، ما بيعرف ابدا اي شيء. طوع اجى على الجمعيه واخذ دورات، اخذ شهاده التعليم الاساسي، بعدين هلا عم حضر للبكالوريا. ونحن كثير بنفتخر انه هذا الطالب طلع من عندنا من الجمعيه وكسر عقده الحياه اللي هي الاميه. كتجربه شخصيه لي كانت كثير تجربه التطوع بالجمعيه تجربه رائعه، لانه عن جد كثير غيرت انا من افكاري، من علاقتي بالعالم، عملت لي تحسين للذات، عن جد كثير خدمه مجتمعيه كبيره، انه الشخص اذا في عنده شيء لازم يروح يقدمه لهذه المجتمع اللي هو قدم له كثير. شكرا كثير لكم.